بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. أجمل بداية وأجمل حكاية من مشيئة الرحمن. أنت أكبر من رمسيس، أنت أكبر من ميمنتيتي. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. نبدا معاكم جولتنا الرياضيه من الاتحاد المصري لكره القدم واللي اخطر الانديه بمواعيد مباريات دور ال 32 بكاس مصر وعدم حضور الجمهور ووفقا للائحه الخاصه بالبطوله، وبيواجه الزمالك نظيره بروكسي الثلاثاء 9 مايو باستاد القاهره الدولي الساعه 6 مساء. وتم تاجيل مباراه الاهلي مع منتخب السويس بسبب ارتباطات الفريق لافريقيا. تواجد محمد هاني وحمدي فتحي لاعبي النادي الاهلي في التشكيل المثالي لمواجهه اياب ربع نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم بعد تالقهم في المباراه الاخيره واللي نتج عنه تاهل الاهلي لنصف نهائي دوري الابطال، وده وفقا للحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا عبر موقع تويتر. بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي تصحيح أخطاء اللعيبة اللي ظهرت في مباراة الرجاء المغربي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا واللي انتهت بالتعادل السلبي، وده لعدم تكرارها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي. وطالب كولر لعيبة بطي صفحات دوري أبطال إفريقيا والتفكير في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك. ميار شريف بتواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، وفازت المصرية ميار شريف على البلجيكية إليس ميرتنز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استمرت ما يقارب 3 ساعات. الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء الترجي والصفاقسي في قمة الدوري التونسي، ويعاون أمير عمر كل من سمير جمال مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثاني ونادر قمر الأمر دولة حكم رابع. فريق السيدات بنادي الزمالك للكرة الطائرة فاز على نظيره فريق السيدات بالنادي الأهلي في أولى مواجهات البلاي أوف بنهائي كأس مصر، وبيمنح نظام البلاي أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب في حال التعادل، بيتم اللجوء لمباراة فاصلة ومن المنتظر لعب المباراة الثانية النهاردة بالليل. وفي الدوري الإنجليزي حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة المباراة اللي جمعت فريق ليستر سيتي مع إيفرتون امبارح ضمن الجولة الـ 34 من منافسات الدوري الإنجليزي، وبالنتيجة دي إيفرتون في المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 29 نقطة، وليستر سيتي في المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.